والآن نتحول معا للتعرف على أهم أنباء المال والأعمال في نشرة التاسعة مع فاطمة خليل. شكرا أميرة، شكرا ريهام، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. أعلن البنك المركزي ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 222 مليون دولار ليبلغ نحو 34 مليار و224 مليون دولار بنهاية يناير الماضي، مقابل 34 مليار ومليوني دولار في ديسمبر السابق عليه. أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا انطلاق قطاع البترول المصري لخبرات متميزة في مجال نقل الغاز الطبيعي ومد شبكاته، خاصة مع وجود نماذج ناجحة لنقل الغاز إقليميا مع عدد من الدول المجاورة بريا وبحريا. وخلال استقباله رئيس وزراء رومانيا نيكولاي تشوكا، أضاف الملا أن هناك مجالات وفرصا جيدة للتعاون مع رومانيا في مجال نقل الغاز باستغلال الإمكانيات المتاحة لدى البلدين، مشيرا إلى أن فرص التعاون تشمل أيضا مجال البترول، فهناك شركات عالمية كبرى تعمل في مصر في إنتاج البترول، مشيرا إلى الاتفاق على عقد اجتماع مشترك لدراسة أوجه التعاون المشترك ذات الأولوية في هذا المجال. عرضت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن تخفيف حدة التعديل المزمع لنظام المعاش التقاعدي للسماح لبعض الأشخاص الذين بدأوا العمل في سن مبكر بالتقاعد مبكرا لكسب دعم المحافظين للإصلاح في البرلمان. هذا وتريد حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون رفع سن التقاعد عامين إلى 64 وتمديد الفترة التي يتعين على العمال دفعها كجزء من التعديل الذي تقول إنه ضروري للحفاظ على عدم سقوط النظام في ديون خلال السنوات المقبلة. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لأميرة وريهام لاستكمال ما تبقى من التاسعة. شكرا فاطمة.